السلام عليكم، ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هنعمل مع بعض اكله النهارده كلنا بنحبها جدا، وخاصه الاطفال بيعشقوها، دايما بنشتريها من بره. واحنا اكيد طبعا ما فيش اي حد ضامن اي حاجه بتيجي من بره، ما احناش عارفين الحاجات اللي بتيجي من بره عامله ازاي. واحنا متفقين ان انا ما دام اقدر اعمل الحاجه في بيتي هتطلع بجوده احسن كتير قوي من بره، وهتطلع بنفس الطعم نفس الريحه، وهبقى انا ضامنها ومش خايفه على نفسي ولا خايفه على اولادي ولا خايفه على صحه اللي بياكلها. فاي حاجه احنا بنشتريها من بره تيك اواي سهله قوي ان احنا نعملها في البيت، ما فيش اي حاجه صعبه. هنسمي الله كده وهنبدا مع بعض، وهنعمل مع بعض النهارده الشاورما. هنسمي الله ونبدا مع بعض كده بالمكونات. انا معايا هنا كيلو صدور مخلي مقطعاه شرايح، تمام، وغسلاه كويس جدا ونقعته بخل وملح وليمون ودقيق، وغسلته بعد كده وصفيته كويس قوي عشان خاطر ابقى ضامنه ان هو كويس وما فيهوش اي حاجه. ماشي. معايا هنا طماطم متقطعه شرايح، ومعايا هنا فلفل اخضر متقطع شرايح، ومعايا هنا بصل متقطع شرايح برضو، ومعايا ليمونتين. ماشي. معايا هنا فنجان الا ربع خل، معايا تقريبا فنجان زيت، معايا هنا معلقتين كبار كاتشب، لو ما عندكيش كاتشب حطي صلصة عادي ما فيش مشكلة، معايا معلقة كبيرة زبادي او علبة الزبادي اللي بتيجي من الماركت كلها على بعضها. التوابل الأساسية اللي معايا، معايا هنا معلقة صغيرة سكر، معايا فلفل أسمر، معايا بابريكا، معايا بهارات 7 حبات، معايا توم باودر، معايا بصل باودر، معايا ملح زي ما انتي عايزة، معايا هنا حبهان مطحون، معايا جنزبيل، معايا زعتر. تمام. الطبق ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه براحتك مفيش مشكله. انا معايا ده مكعب مرقه، معايا 3 أو 4 فصوص وحدات قرنفل، معايا ربع معلقه صغيره قرفه، معايا كام فص ثوم كده مهروسين، معايا كيس توابل الشاورما اللي بيجي جاهز من بره. هنسمي الله كده وهنبدا مع بعض نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجه هعملها هنزل المكونات كلها في بوله علشان خاطر اخلط المكونات كلها مع بعضها في الاول. ده اول حاجه، هنزل بالزبادي اللي معايا، وبعدين هنزل بالصلصه او الكاتشب اللي موجود عندك. ماشي. هنزل بالخل، المكونات دي انا هخلطها كويس الاول مع بعض. هعصر عليهم الليمون بتاعي، هفضي نص كمية الزيت اللي موجودة عندي. ده انا هقلبه مع بعضه الاول كده. بعد كده هنزل بباقي التوابل اللي معايا كلها، هقلبهم كويس. اول ما دول يبداوا يختلطوا معايا هقوم نازله بالقرفه، وهاخد ده مرق المكعب بتاع المرقه هفتته خالص كده، تمام، وهنزل بالثوم وهنزل بالقرنفل، ومعايا كيس التوابل بتاع الشاورما الجاهز. ده كله هنقلبه كويس. هو كده عايز كمان زيت، انا سايبه الزيت في الاخر عشان خاطر اشوف الكميه اللي انا هحتاجها ايه، عشان انا مش عايزاه جامد، انا عايزاه سايل شويه زي كده. هي خلاص كده اختلطت معايا كويس اهي، كده المكونات كلها والتوابل كلها بتاعتي اختلطت مع بعض. اجيب الفراخ بتاعتي وهحطها، الفراخ انا مصفياها كويس من الميه اللي انا كنت نقعاها فيها بالخلطه اللي انا كنت حطاها عشان خاطر تبقى نظيفه كويس. وبعد كده هخلطها كلها مع بعضها كده.
بتقعد في التتبيله دي حوالي ساعتين، مش اقل من ساعتين. هو طبعا لو انت مستعجله هنكسر القاعده وهنشتغل على طول، لكن انا عايزه حاجه يكون طعمها حلو معايا، تديني نفس التست اللي بيجي من بره بنفس الطعم اللي بيجي من بره. فخلاص انا تبلتها اهو، هبقى مجهزه نفسي، وانا مثلا انا هتبلها دلوقتي وهسيبها ساعتين وابدا اشتغل فيها. انت مستعجله خلاص مفيش مشكله، تقدري تشتغلي فيها على طول. ماشي، انا هسيبها ساعتين تتبل وبعد كده نرجع نكمل مع بعض. بصوا يا امارات، انا الفراخ بتاعتي سبتها اخدت وقتها في التتبيله خلاص معايا على النار، الصينيه او الطاسه او ايا كان اللي انا هشتغل فيها، حطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتي، هي قدحت كويس جدا خلاص. انا عايزاها تبقى قدحه قوي، مش عايزاها تبقى لسه بارده، عشان خاطر انا عايزاها اول ما تنزل في تاخد الصدمه اللي انتوا سامعينها دي، اول ما تنزل في الزيت او في السمنه او في الماده الدهنيه اللي انا حطاها هتاخد الصدمه اللي احنا سمعناها دي، عشان انا مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها. فانا هفردها كويس، مش عايزاها تبقى متكتله على بعضها، عايزاها تبقى لوحدها بعيده عن بعض. هنكون معليين عليها النار، هفردها كويس كده، علشان كده انا حطيت في حاجه واسعه، ما حطيتش في حاجه ضيقه عشان خاطر ما تكونش متكدسه على بعضها. انا هفردها كويس قوي كده وهسيبها تاخد لون من تحت، واول ما تبدا تاخد اللون اللي تحت هقلبها. انا مش هقلبها طول ما هي لسه ما احمرتش من تحت، لان انا مش عايزاها تصفي الميه اللي جواها، انا عايزاها خدت الصدمه فبالتالي مش هتصفي الميه اللي جواها، مش هتنزل العصاره اللي جواها، عشان خاطر انا مش عايزاها تبقى ناشفه. ماشي، انا دلوقتي هسيبها اللي هي تاخد اول لون من تحت، ولما اجي اقلبها هرجع لكم تاني. يا مرات هي كده خلاص بدات تاخد لون، يعني بدات تحمر من تحت. المفروض انا هقلبها بقى على الوش التاني، هديها تقليبه سريعه كده عشان خاطر انا عايزه الوش التاني هو كمان ياخد لون زي اللي فوق. السوائل اللي فيها اللي هي الماده الدهنيه اللي فيها دي ما تقلقيش منها، احنا بنحط بزياده شويه علشان واحنا بنشوح ما تكونش ناشفه في الصينيه او في الطاسه اللي احنا بنعمل بيها، وبعد كده بنصفي الزياده كلها منها مش بنسيبها فيها. هي دلوقتي خلاص بقت معايا تمام اهي، المفروض ان انا كده خلاص هنزل عليها، هبدا انزل عليها بقى بالخضروات اللي معايا. انا دلوقتي وسعت مكان للبصل اهو، هنزل معايا بالبصل اللي احنا مقطعينه شرايح. انا معايا الماده الدهنيه بتاعتي بزياده، فبالتالي هتغطي كميه الخضار اللي انا هحطها مع كميه الفراخ. انا مش عايزاها تكون ناشفه في الصينية او في الطاسة علشان ما تلزقش مني وتبقى مش حلوة، انا عايزاها تكون جوسي شوية، وبعد ما تبدأ تستوي هي هتنشف لوحدها وهنصفي الزيت الزيادة. هقلب بس معاها البصلة واسيبها تاخد تشويحة سريعة كده مع البصلة، لان البصلة طبعا غير الطماطم وغير الفلفل بتبقى ناشفة شوية، هسيبها تاخد معاها تشويحة سريعة كده وبعد كده نرجع نكمل بقية الخضروات بتاعتنا هنحطها. بصوا هي كده خلاص البصله بدات تدبل معايا، انا المفروض دلوقتي هنزل عليها بالفلفل الاول وبعدين اقلبه كويس معاها وبعد كده بنزل بالطماطم. يعني انا دايما بنزل بالحاجه اللي سواها اصعب فاصعب. هقلب الفلفل معاها، انا مش بسيب الخضروات تستوي معايا كويس، لان هي بتبقى فيها قرمشه كده ما بتبقاش مستويه بنسبه 100%. هسيبها بس دقيقتين ثلاثه كده تدبل بس سنه صغيره وارجع انزل معاكم بالطماطم. هي كده يا بنات تمام معايا، انا مش عايزاها تدبل قوي زي ما قلت لكم، انا بس عايزاها تدبل حبه صغيرين خالص لان هو بيبقى في قرمشه بسيطه كده. هنزل دلوقتي معايا بالطماطم، هقلبهم برده كويس جدا مع بعض. هي ما بتاخدش وقت خالص في السوا، هي بس الفكره كلها في ان احنا بنسيبها في التتبيله بتاعتها شويه عشان تطلع الريحه الحلوه قوي اللي انا شمها دلوقتي دي. ما تجربوها ان شاء الله تشموها تعجبكم قوي، هتدعوا لي والله. دلوقتي انا شغاله على ما تاخد الدقيقتين ثلاثه بتوعها في التشويحه دي، انا حاطه جنبي على النار فحمه صغيره، على ما هي دي على ما التشويحه بتاعتي تخلص، على ما اخلص التشويحه بتاعتي فيها هتكون الفحمايه بتاعتي استوت، وهنشوف احنا هنعمل بيها ايه وهنشوف هنقدمها ازاي. هشوحها تشويحه صغيره كده لحد ما
تبدأ بس الطماطم كمان تدبل معايا سنة صغيرة والفحمة تكون استوت، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. بصوا يا بنات، انا كده خلاص هو استوت معايا خلاص. انا اديت لها التشويحه السريعه اللي انا كنت عايزه اديها لها، هي كده جاهزه معايا خلاص. انا جبت البوله بتاعتي اللي انا هحطها فيها علشان خاطر احط لها الفحمايه، الفحمايه اللي احنا علقنا عليها على النار جنبنا واحنا شغالين. هي دلوقتي خلاص استوت، على ما هي اتشوحت على طول خدت، هي استوت، هي صغيره مش كبيره يعني. هجيبها دلوقتي واحطها عليها ونحط لها السمنه بتاعتها ونقفل عليها. لو انت الصينيه بتاعتك او الطاسه بتاعتك اللي انت بتعملي فيها ليها غطا كويس كما هتحطيها عليها ومش هيطلع البخار، مفيش مشكلة اعملي فيها. بس انا عندي البولة بتاعتي دي بيكون الغطا بتاعها محكم، فبالتالي ما بتطلعش الهواء بتاع الفحمية بره. ثواني هجيب الفحمية ونحطها مع بعض. انا هحط البولة الصغيرة دي هنا وانا معايا الفحمية بتاعتي اهي. وزي ما احنا متفقين، معلقه سمنه مش معلقه زيت هتدخل معايا اهي، تمام. هغطي عليها واسيبها لحد ما تدخن كويس جدا مع بعضها. اول ما السمنه بتاعتي هتسيح عليها هتبدا تدخن كويس مع بعضها. اللي هقفل عليها كويس لحد ما الدخان بتاعها يخلص، وبعد ما يخلص هنقدمها واوريها لكم عامله ازاي. بصوا يا مرات، انا كده الشاورما بتاعتي خلاص انا خلصتها خالص، وحطيتها كده خلاص في طبق التقديم اهي. بعد ما خلاص الفحمه دخنت فيها الدخان بتاعها كله بقت جاهزه معايا. انت قدامك بقى تقدميها كده، تقدميها مع مكرونه، تقدميها مع لسان عصفور، تعمليها سندوتشات زي اللي بنجيبها جاهزه، اعمليها زي ما انت عايزه براحتك. باي طريقه انت عايزه تقدميها بيها قدميها، هي كده جاهزه معايا، ليكي حريه الاختيار تعملي فيها ايه. يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. باذن الله باذن الله لما تجربوها هتدعوا لي بالف هنا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو اللي جاي.